كان لازم انا قلت لكم اي انسان يشتغل لازم يقرا. لكن لما اغلط اقول انا غلط، ما اخلي يوصلوها لي الناس برا. تقال عليك كذا كذا كذا، ايه ردك على الموضوع دوت؟ يقدر الشخص يدافع عن نفسه بس. بعض الناس في اي شغل او خلاف على عمل او طريقه شغل عمل، ده في الاول والاخر شغل، واحنا في النهايه يعني بيصبوا في المصلحه العامه للناس، مش غرض ان هو حاجه شخصيه او انا بختار. بالنسبه لي على رئيس على والله ما في اي ملاحظات، والله ما عندي اي ملاحظات. انا بالنسبه لي ما تحرضت لموقف في عصبيه او تعامل عصبي لا مع رئيس النادي ولا مع اي حدا من اعضاء مجلس الاداره، وما اعتقد مع حدا من الموظفين، لانه ما عندي مشكله معهم. اذا حدا منهم عنده مشكله معي او في تصرف مني بيسبب له عدم ارتياح، مباشره انا بعتذر منه وبتمنى يقول لي ليش. استاذ في ناس مع الاسف تستغل الكلمه الحلوه، يعني انت عم تحاكي على رواق وكذا، بتلاقيه مثلا ما اهتم، لما تعصب عليه بتلاقيه مشي عادي.